اكيد في واحده بنوته او ستوته قاعده ورا الكاميرا كيوتا. كيوته بتقول مفيش حد يكتشفني. فاحنا عشان كده عملنا لكم فقره الميك اوفر. بصوا، هي حاجه جديده جدا، المفروض ان احنا هنختار. هي مش سوري، بس هي مش جديدة على الناس. لا، هي هي جديدة جديده على على الناس، ايه؟ قولي هي جديدة على هي ايه؟ جديده على ان احنا هنختار بنوته او سيده البلس سايز فوق ال 100 كيلو، بالظبط كده، ودي ما حصلتش. وده تحدي مننا. بالظبط. شروط المسابقه بتاعتنا انها تبقى من 18 ل 25 سنه، وزنها من 100 وطالع. طب احنا ليه، قبل ما تكملي الشروط عشان هما ما يتوهوش، ليه اخترنا السن ده؟ انتي قلتي لي حاجه واحنا طيب، بنفكر وبنختار السن ده. حاجات بقى اللي هجيبها لكم من جوه بقى، والباك اسمها الباك الفيدباك، المنيل. ايوه الفيدباك ما تكمليهوش. السوداوي. ايوه. طبعا كل واحده بلس سايز كان نفسها تلبس الموديل ده، وبتنزل مش بتلاقي مقاسها، مش عارفه تختار اللبس براحتها، هي بتختار اللبس اللي على مقاسها. بس السن ده بالذات، سن الخروج وسن الفسح وسن الجامعه وسن وسن التنمر بالظبط مع اصحابها بقى والكلام ده. بالظبط. فبالتالي احنا عايزين نبسط بنوته ونرجع لها ثقتها في نفسها ونرجع لها ثقتها في جسمها، عشان كده اخترنا السن ده. بس بعد كده هنختار بالظبط، كل الاعمار يعني ان شاء الله طول ما احنا ان شاء الله. معاكم هنختار كاتيجوريز، يعني احنا مقسمين الدنيا لكاتيجوريز، فكل فترة إن شاء الله هنختار كسن يعني الأمهات لازم يكون لهم نصيب، بس ده أكيد، الأمهات ده المطحونات يعني أكيد. لازم إن شاء الله يكون لهم نصيب. طيب مبدئيا إيمان قالت لنا إنه الوزن يكون فوق ال 90 الميت كيلو، لا الميت كيلو. ال 100 كيلو، وعمرها يعني يكون عمرك ما بين ال 18 وال 25. بالظبط. بعدين لازم تكوني عايزة ده من جواكي، يعني مش تيجي وتبقي مكسوفة لا، عاوزي ده من جواكي. عايزة أتغير، بالظبط أنا جاية أتغير، بالظبط كده، غيروني. بالظبط. شروط المسابقه الثانيه هي سهله جدا، انك هتعملي فولو للبيج بتاعت البرنامج، تعملي فولو للبيج بتاعت القناه، وكمان في كده شويه بيجز احنا عاملين لها فولو، فدي كمان هتعملي لها فولو. وطبعا انت عارفه ادعي اصحابك والاهل والاقارب الاسكندريه، ادعيهم بالظبط. كلهم. وكمان هيبقى عندنا سبونسرز كتير ان شاء الله، ان شاء وهتكسبي الله. فعلا حاجات يعني يا ستي مش هقول لك هتغير حياتك، بس على الاقل لو انت عندك شويه اكتئاب بتمري بشويه اكتئاب. ف دي نقطة. تاني نقطة، عموما كده كده اللي متابعنا هتكسبي، هتكسبي. بالظبط بالظبط صدقوني، ومش بس في المسابقات، لكن احنا فعلا نفسنا نساعد، احنا نفسنا نساعد، فخليكم معانا. وقولوا لنا كمان في الفقره دي بقى مهمه قوي، يعني انت لما هتيجي بتتكلمي مع اتنين بيقولوا لك هيساعدوكي تغيري ستايلك، طب ايه رايكم في ستايلنا؟ حقيقي رغم ان رايكم مش مهم زي الفقره، بالظبط، ها لسه كنت هقولك، بس لسه كنت استنونا هقولك، بقى. بس نسمع. ايوه بالظبط كده، بالظبط. هنقول لهم هيكسبوا ايه الحلقه دي ولا الحلقه الجايه؟ لا، الحلقة الجاية. الحلقه الجايه، الحلقه الجايه هنقول لكم هتكسبوا ايه وهتيجوا تعملوا ايه، وحضروا حد اصحابكم قرايبكم خطيبك. لا، تحضر اللي فعلا لما هتتغير هيفرح لها بالظبط، من قلبه. مش هيقول لها ايه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ استنونا.